التواصل يستمر، اللقاء يتجدد بحضراتكم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام اينما كنتم. نتواصل مع هذه الانطلاقات، نتواصل مع هذه التحديات ومع الابداعات الصباحيه. شوطنا الخامس خصص للابكار الفتامين المشتركات الكيلو والنصف مباشره مع النايف وسيف بن محمد الشرحبي. ياتي على الصداره ويقدم النايف بينما المركز الثاني يا مرحبا بغنايم، يا مرحبا بغنايم تتقدم مع المركز الثاني. عبد الله بن حمد الراشدي ياتي ويقدم لنا انطلاقه غنايم مع المركز الثاني. المركز الثالث القادمه والمنطلقه هذه الشاهينيه وحمد بن غانم بن حموده الظاهري يقدم الشاهينيه مع المركز الثالث. تابع بقيه الاسماء بقيه الشعارات المنطلقه في هذا المسار، ولكن غنايم، ولكن غنايم على الصداره تتقدم على مقدمه هذا الشوط. عبد الله بن محمد بن حمد الراشدي ياتي على الصداره، ياتي على المقدمه على بدايه هذا المسار. تحرك الشرحبي بتحرك النايفه مع المركز الثاني، ولكن غنايم، ولكن غنايم، الله يا غنايم، الله يا غنايم. عبد الله بن محمد بن حمد الراشدي وصاحب الانجازات، صاحبة الانجازات، ولم تذق طعم الهزيمة، لم تذق طعم الهزيمة خلال مشاركاتها اربع اشتراكات او خمسة، لم تذق فيها طعم الهزيمة. مشكور يا الراشدي مشكور. الله شوف الحركة ما شاء الله وتبارك الرحمن على هذا الاداء الممتاز بحضور غنايم، غنايم غنايم غنايم. مشكور يا ابو محمد عبد الله بن محمد بن حمد الراشدي مع غنايم. المركز الثاني نايفة سيف بن محمد الشرحبي. المركز الثالث كانت هنا البادية سعد هنا أيضا العمدة ياتي ويقدم لنا انطلاقة شعار مع المركز الثالث. هذه النتيجة، التوقيت تحطم تحت أقدام غنايم، دقيقتين 11 ثانية. تهانينا والناموس نبعثها إلى مالك غنايم عبد الله بن محمد بن حمد الراشدي.